السلام عليكم بنات كديري، لاباس عليكم؟ بخير، اموركم على خير؟ صحتكم لاباس؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. مهم، انا غادا للحمام واخيرا غنمشي للحمام غنكمد عظامي. المهم طلبت ماما باش تجي عندي اليوم باش تشد لي زياد باش هكا نقدر نمشي وانا مرتاحه. ايوا دابا دايره مع وفاء ومع اسيا، غادي نمشيو نتلاقاو باش يلا نمشيو. يلا خليكم معايا. لاول مره كنشوف قناه ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس وتخلي لي كومونتير زوين ولايك، كنبغيكم بزاف. يلا باي باي. هنا يلا وصلت معايا وفاء. الله عرفت شنو متشوقه، بغا نسخن عظامي بعدا، انا كنحس براسي كلي محلوله. المهم دابا يلا وصلنا للصالون. الصراحه زوين بزاف. بعد فاش دخلنا واحد الريح ما نقولش ليكم، داير ريحه السرغينه وريحه العشوب، كتشم ريحه الحنه، ريحه داك العشوب ديال الحل. المهم غادي ندخلو غادي نوريكم لي سبا وخليكم معايا. البنات هادي هي لاصال اللي وجدوا ليا، شوف داكشي زوين. صراحة توحشت الحمام بزاف. أنا أول مرة غادي نجي دابا مورا النفاس ديالي، كنت كندوز غير في الدار وحيت ما كنلقاش لما نخلي زياد. اليوم كيفما قلت لكم عاد جات ماما عاد خليتو ليها، عاد قدرت نجي للسبا. المهم شوفوا هنايا الغسول، هنايا القهوة والعصير البلدي، الملحة، الشوكولا. المهم هادشي باش كيدار سميتو، باش كيدار صابوناج، باش كيدار صابوناج. شو مشيت درت حمام واخيرا طلبت ماما، جات شدات لي زياد كيف ما قلت لكم، وعاد قدرت نمشي ندير حمام لان من نهار ولدت ما يعني ماكم عارفين ما كاينش حمامات وداك الشيء، واصلا ما لقيتش الفرصه. يعني ماما مره كتمشي معايا ما بقاتش معايا، مره كتمشي مره كتجي. هاد المره من جات قلت لها شوفي غتكلسي ليه مع زياد باش نمشي جماعة عظامي. المهم كيف ما شفتو درت حمام مفيسه ونقشت
ما كيديروش غير حمام نفيسه، كيديروا حتى حمام ديال العروسه، حمام هوايه، داكشي بالقهوه وبالكوك وبالشوكولا. الصراحه تبارك الله عليهم. المهم شاركت معكم هذا النهار هذا بالنسبه للبنات اللي غيسولوا الناس بافين كي كيف المعارف، غنخلي لكم لاباج ديالو لتحت. ولكن قبل ما تمشوا خاصكم تاخذوا رونديفو باش هكا الا كانت عروسه او الا كانت نافسه توجد لكم النقاشه، توجد لكم يعني باش دوزوا حمامكم فالتير، دوز حمامكم هو هذاك. ايوا صافي هادشي اللي كاين. عاد عندهم الفوق عندهم لي صال ديال هذا، عندهم لي صال ديال الماساج. كتجي تايلاندي هي اللي كدير الماساج، مي انا ما درتوش لان ما بقاش الوقت. يعني حتى المره الجايه ان شاء الله غادي نمشي ضروري ندير ماساج، وغادي نقول لكم كيفاش جاني من بعد الحمام. لا البنات صراحه البنات تبارك الله عليهم اللي زعما اللي خدموا معايا وتعاملهم زوين ظريفات، واهم هذيك الجمعه اللي جمعوني كنت محتاجاها. انا كنعوم في الدار من نهار ولات، ولكن كنحكو كلشي، ولكن ما كاينش محسن من الحمام تسخني عظيمات وتكمديهم. خصوصا راكم عارفين النفس يعني ضروري خاص في العدد ديالنا حنايا، يعني النفس ملي كتدوز وقيلا شي 15 يوم بحال هكاك اولا سيمانه كتمشي الحمام وكيجمعوها مزيان. انا هذه ما درتهاش لانني ولات فواحد الوقيته اللي الحمامات كانوا سادين، مي دابا عوضت وحق الله عرفت والله حتى كنحس بدابا عظامي وراسي بعد راسي كنحس بمحلول، عظامي كنت كنحس بمحلولين، دابا والله حتى كنحس براسي يعني بحال جمعوني. يعني درت بحال كنت بحال شي وحده كانوا حالين دابا كنحس براسي مجموع. عرفتو دابا راه في المود ديال الناس، جيت لقيت زياد لقيتو فايق وردعتو رجع ينعس، دابا رجعتو امي ينعس، دابا راه في المود ديال الناس. قلت غنسد معاكم الفلوق ونمشي باش نعس، وقولي بصحة الحنان. شوف نوريكم هاد الاخرى جاية. ايوا هادشي اللي كاين. تهلاو ليا في راسكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دابا كنبداو نستعدو ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. المهم خليت شي يعني غيجي بشوي بشوي. والله الا بان فيه الحمام، بان فيه الحمام ياك امي. عرفت شنو كنشوف هنا كيبري وانا كيبري. قالت لي امي عاد وليتي بنادم. صراحه انا كنت كندخل الحمام وكنحكوا لك شي، ولكن ماشي بحال سخوني كتسخن. حتى اللي كاين تهلاو في راسكم حتى الفيديو اخر.